السبت في ممكن. الدكتور محمد فتحي البردعي وزير الإسكان مع خيري رمضان في ممكن. هل انتهى عصر الفساد في تخصيص أراضي الدولة؟ وهل فشلت فكرة طرح أراضي الإسكان للمصريين في الخارج؟ تفاصيل مشروع المليون شقة لمحدود الدخل، شروط الحصول عليها وأسعارها، خطة الوزارة لتعديل قانون الإيجارات. وزير الإسكان مع خيري رمضان على الهواء السبت الساعة 11:30 مساء على قناة CBC.